بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، تحدثنا عن هذا الصحابي الجليل الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، هذا الذي لم يفارق الحبيب المصطفى إلا في منامه. سبحان الله، حلقة واحدة لا تكفي لأن نتحدث عن هذا الصحابي الجليل. اليوم نكمل ما سبق أن تحدثنا عنه لنعيش مع هذه الوصايا التي أوصى بها حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم خديمه أنس رضي الله عنه وأرضاه. اليوم نأتي إلى العناصر التالية ومن الوصايا التي تفضل بها حبيب الرحمن لخادمه أنس. الوصية الثانية، يقول له: إذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك، يكثر خير بيتك. طيب، هل في السلام عند الدخول زيادة خير وبركة؟ قال: نعم. لماذا؟ لأنك إذا دخلت بيتك فسلمت على أهلك، سلمت على أولادك، حضنت ابنك، قبلت ابنتك، سلمت على زوجتك، دخلت لتجد الأمن والطمأنينة والراحة في هذا البيت. إذن الكل ينتظر قدومك، لأنك ستحمل إليهم البسمة، ستحمل إليهم الخبر الطيب، ستحمل إليهم الكلمة الطيبة، ستجمع هذا الشمل بعد أن غبت عنهم وأنت الركن الأساسي في هذا البيت. كيف لا تريد أن يكثر خير بيتك؟ نحن لا ننظر تلك النظرة الضيقة المادية. هل أحدنا عندما يدخل بيته يفعل كما فعل أنس؟ هل أننا نلتزم بهذه الوصايا الجميلة التي أوصى بها حبيب الرحمن خدمه أنس؟ انظروا إلى الوصية الثالثة: سلم على من لقيك من أمتي تكثر حسناتك. سبحانك يا الله، أنت ما جئت لتعلم الناس أصول العبادة، ما جئت لتأمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج، إنما أردت أن تبني أمة قوامها خلق كريم. ولذلك كان يقول الحبيب المصطفى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أنت يا حبيبي وسيدي ومولاي تريد أن تبني أمة على المحبة، على الخير، على الود، تريد أن تبني مجتمعا متماسكا. هذا هو الأمل، وهذا هو الهدف، وتلك هي الغاية المنشودة. أما الوصية الرابعة، ماذا يقول له الحبيب المصطفى؟ بت يا أنس وأنت طاهر، فإن مت مت شهيدة. سبحان الله، يريدك أن تكون طاهراً. عسى أن يكون هذا هو آخر عهدك في الدنيا، آخر عهدك أنك جئت رب العزة طاهرا. فإن كنت هكذا مت شهيدا، أي نلت درجة الشهادة. إن لقيت أحباءك بوجه طلق، إن دخلت على بيتك فسلمت فجعلت هذه الألفة والمحبة، إذا أحسنت إلى أحبابك، إذا بت وأنت طاهر، أصبحت ملكا أنت. أنت لم تعد إنسانا بشرا، فيك خصيصة الدنيا ومادتها، إنما جئت وأنت على أحسن ما يكون المؤمن، تلقى الله وأنت طاهر، فأنت بمنزلة الشهيد. الوصية الخامسة، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم الصغير ووقر الكبير. ايه
ماذا بعد يا حبيبي يا رسول الله؟ قال: تكن رفيقي في الجنة. أي منزلة أعظم وأي رفقة أفضل من أن تكون رفيقا للحبيب المصطفى في الجنة؟ إخوة الإيمان، هل نحن نفعل ما أمر حبيبنا؟ هل نحن نأخذ ببعض ما قال الحبيب المصطفى لأناس؟ والله لو فعلنا بعضا مما أوصى لكنا خير أمة، كما قال: خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ هذا كله داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا بعد إيمان بالله سبحانه وتعالى. أما الوصية السادسة، ماذا يقول؟ يقول له: يا أنس، إن قدرت أن تمسي وتصبح ليس في قلبك غش لأحد فافعل. نحن ماذا نريد؟ نريد أن تكون قلوبنا عامرة بالحب، أن لا نكره أحدا، أن لا نغضب أحدا، أن نمتص غضب الآخرين. لأنك أخي المؤمن، إن بادلت من أساء إليك بإساءة أصبحت مثله، فأي فضل لك عليه؟ قولة جميلة للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أحاول أن أعمل بها، وهي: تعالوا لنتعاون جميعا لنطبقها مرة. من عصى الله فيك فما عليك إلا أن تطيع الله فيه. أي فضل هذا وأي كرم هذا؟ هل تستطيع أخي المؤمن أن تفعل ذلك؟ تعال لنجرب. والله لو جربناها مرة لذقنا حلاوة القرب من الحبيب المصطفى. طيب، نحن تحدثنا عن هذه الوصايا، تعالوا لننظر بعد أن انتقل الحبيب المصطفى إلى الرفيق الأعلى، كيف كان الأمر مع أبي بكر؟ كيف كان الأمر مع عمر؟ هل تغير أنس، هذا الذي شرب من لبان المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تربى على حب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لنعيش مع أنس عندما أصبح أبو بكر خليفة المسلمين. سبحان الله، إخوة الإيمان، بعث أبو بكر أنس بن مالك يطلب منه أن يذهب إلى البحرين ليتولى السعاية، فدخل عليه عمر بن الخطاب فقال له أبو بكر: إني أردت أن أبعث هذا، أي أنس، إلى البحرين وهو فتى شاب، يعني قادر على أن يبذل جهدا. فقال له عمر: ابعثه فإنه لبيب كاتب. أول شهادة جاءت بعد الحبيب المصطفى ممن؟ من عمر. ومن اختاره؟ اختاره أبو بكر. طيب، نأتي إلى حديثنا عن أنس أيضا. أنس سبحان الله شارك مع أبي بكر في حروب الردة، حضر معه موقعة اليمامة، شهد جميع الفتوحات في عهد عمر وعثمان ومعاوية ابن أبي سفيان، أي لم يترك غزوة غزاها المسلمون إلا كان معهم، ما ارتحل المسلمون في جهاد إلا كان معهم، ما وقف المسلمون ما وقفة مضيئة مشرقة يذودون بها عن حياض الإسلام إلا كان معهم. ألا يستحق منا هذه الوقفة النبيلة لنعيش على ذكرى أنس، ومن خلال أنس
مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نأتي إخوة الإيمان إلى جانب الطاعة والعبادة. كيف صلى أنس؟ من علم أنس؟ علمه الحبيب المصطفى، فتعلم أنس كيفية صلاته بحذافيرها. ممن نحن نقلد؟ من نقلد؟ الأب، نقلد الشيخ، نقلد الإمام في الجامع. وأنس إنما قلد الحبيب المصطفى في صلاته، فكان أحسن الناس صلاة في سفره وحضره. كان هذه، دعونا نحاول أن نفعلها. كان يصلي ما بين المغرب والعشاء. ماذا يقول؟ يقول: هذه ساعة ناشئة الليل. إن ناشئة الليل كانت هي أشد وطئا. أكملوا إخوة الإيمان، أكملوا معي هذه الآية. أنا أعطيكم رأسها وأنتم تكملوا، حتى لا يقف العبء كله علي. لذلك أبو هريرة ماذا يقول؟ يقول: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم، يعني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، ما هي وصاياك يا حبيبي يا رسول الله لأنس في الصلاة؟ قال له: أول وصية، اسمعوها جيدا لنطبقها، لا نقف عند حد السماع، لا، نريد أن نطبق. أول وصية إخوة الإيمان: إذا قدرت أن تجعل من صلاتك في بيتك شيئا فافعل. لا تجعلوا بيوتكم مقابر كما قال الحبيب المصطفى. إذا قدرت أن تجعل من صلاتك في بيتك شيئا فافعل، فإنه يكثر خير بيتك. لا تجعل كل الصلاة، صلي المكتوبة في المسجد، وصلي النوافل في بيتك. تراك زوجتك فتتعلم، تراك ابنتك فتتعلم، يراك ابنك فيتعلم. ما أعظمك يا الله، ما أكرمك يا الله، هذا حبيبك ونبيك وصفيك. به الأمر الذي يليه: إذا سجدت فلا تنقر كما ينقر الديك. لا تنقر كما ينقر الديك. لماذا؟ لأنك صلاة المنافقين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنقر الديك. أين خشوعك؟ أين تعلقك بالله؟ إذا قرأت بتؤدة وهدوء تتدبر معاني الآيات. ونحن قلنا دائما إخوة الإيمان، القرآن طائر يطير بجناحين. الجناح الأول، ورتل القرآن ترتيله. الجناح الثاني، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أنت عندما تتلو القرآن تعيش مع الله، تحدث الله، فلتكن صلاتك فيها تدبر لما تتلوه. الأمر الذي يلي وهو أمر جميل جدا: أكثر الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، أكثر من صلاة الليل. نحن ماذا نقول في دعائنا؟ نقول في دعائنا: إلهي، الناس نيام، ونحن بفضلك ومنك وجودك وكرمك بين يديك قيام، فتقبل منا يا حبيبنا الصلاة والقيام، واجعلنا من عتقائك من النار. يا أكرم الأكرمين، غرت النجوم ونامت العيون، وخلى كل حبيب بحبيبه، وها أنا يا حبيبي بين يديك، لا يراني أحد سواك. ما أجمل الجلوس بين يديك، أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك فتقول: يا ملائكتي هذا عبدي.
وقف ببابي. أيسألني مالا يجمعه؟ أيسألني دنيا يصيبها؟ أم يسألني عفوي ومغفرتي وجنتي وعزتي وجلالي؟ ما وقف عبد من عبادي في ظلمة من ليل أو ضوء من نهار وسألني إلا أعطيته، وما استجارني مستجير إلا أجرته. يا حبيبنا يا الله وعزتك وجلالك، لنقفن ببابك صباح مساء، نقول لك أنت الحليم وأنت الكريم وأنت العليم وأنت الرحيم. سامحوني إخوة الإيمان، خرجت عن فحوى حديثي عن أنس لأنني عشقت الإله الذي عبده أنس. نعود إخوة الإيمان، الحديث جميل وشيق، وما أجمل أن نعيش في رحاب الله. كان أنس أحد الرماة المصيبين، وكان يأمر أهل أولاده أن يرموا بين يديه، وربما رمى معهم فيغلبهم بكثرة إصابته. هذه هي جزء من حديثنا عن أنس، وقلت لكم ربما أنس يأخذ النصيب الأوفر من هذا الحديث لأنه أكثر من صاحب الحبيب المصطفى. إخوة الإيمان، لقد آن وحان وقت الحلقة، ولا أريد أن أشق عليكم، سأدعوكم برفقة الله سبحانه وتعالى لنكمل حديثنا في حلقة قادمة إن كان لنا في العمر بقية، لنعيش مع أنس بن مالك في آخر مراحل حياته مع أبي بكر وعمر. سبحان الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.